مختبرنا الثالث راح نكمل به الأرثماتيك أند لوجيك إنستراكشن اللي تخص الجروب الأول بالأسامبلي. اليوم راح ناخذ إعازة الكومبير. طبعا هذا الكومبير هو أيضا نفس المجموعة الأولى إحنا أخذنا سابقا الآد والسب. الكومبير نفس الصيغة، يستخدم نفس الصيغة، لهذا تم تصنيفهم بالمجموعة الأولى. إعازة الكومبير وظيفته إنه هو يشبه السب، لكن تأثيره فقط راح يكون على الفلاج register، يعني ما يسوي عملية طرح، فقط يأثر كأنما تأثير عملية الطرح على الفلاج فقط. شوف هنا المثال، أنا عندي راح أخلي 5 بالAL، قيمة 5 بالAL و5 نفس القيمة بالBL، وراح أقارن بيناتهم وكأنما نقول 5 ناقص 5، لكن وين تأثيرها؟ ما راح يتغير أي قيمة بالرجسترات، فقط راح يصير التغيير والتأثير على الفلاج ريجستر. المفروض بهذه الحالة إذا نقول 5 ناقص 5 حيصير ناتج صفر، فالمفروض الزيرو فلاج يصير 1. نلاحظ هنا أنا حملت المقطع الكود البسيط، هنا إذا تلاحظون هذا الـ AL بـ5 نهاية التنفيذ أنا واصلة للريتيرن، والـ BL بـ5، ونلاحظ إنه هنا الزيرو فلاج صار 1. أوكي، بقت القيم مثل ما هي، ما غير بيها ولا سوى عملية طرح، لكن ناتج الطرح تأثير الطرح فقط ينطيني على الفلاج ريجستر. لكن راح نخلي 5 ناقص 2، هنا ما حيتغير شيء، لأن أنا إذا أطرح الاثنين من الخمسة ما راح يصير في التغيير واضح. هنا صار عندي بالAL 5 وبالBL 2، هذا البداية، هنا واصلة للنهاية، تلاحظون ما صار عندي تغيير على الفلاج الأساسي. نفس المثال بس أنا إيش راح أسوي هنا؟ الاثنين بالبداية، يعني حيصير 2 ناقص 5، يعني المفروض إيش راح يصير عندي؟ الناتج سالب 3، فالمفروض إنه الساين فلاج يصير 1. هنا أنا حملته، تلاحظون بالبداية مصفرين، هذه الأول